شاهدت الشوط الاول ان العين هو اللي دافع وان الفريق الايراني ذوبهان هو اللي هاجم. محاوله كانت ولا زالت، لكن التغطيه ممتازه، خطيره التسديده، اوه خطيره جدا، وكره وهدف، هدف يسجل للفريق الايراني. نعم هدف يسجل للفريق الايراني. نعم خالد عيسى شل الاولى، خالد عيسى انقذ الاولى، الثانيه لا تصد طبعا لان المتابعه كانت واضحه من جيتسون، من بين جيتسون، من الهندوراسي، يسجل اللاعب الهندوراسي وعلى عكس مجرى المباراه، هذا اللي حذرنا منه. هذه الكرة شالها خالد عيسى قوية جدا، الثانية المتابعة نفس اللاعب، اللاعب احسان بهلوان ياتي بالعرضية، واللاعب الهندوراسي نعم هو من يسجل، وبالتالي تكون الامور الان تقدم الفريق الايراني اللي هذا يذكر كما كان الحال في الشوط الاول من هذه المباراة. كرة من ضربة ركنية تلعب عالية وبالراس، جول جول، شابه العيناوي سجل اسماعيل، وبالتالي عادت المباراة، ارتقى فوق الكل اسماعيل، ارتقى عاليا وسدد الكرة بالراس وسجل هدف التعادل. تعود الأمور الآن هدف تأخر كثيرا، لكن أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل أبدا. نعم ارتقى عاليا، سدد الكرة بقوة، وصلت إلى الشباك، تأخر العيناوي لكن تأخر فيه خير.